انا دكتور تامر معرفش امتى تنتهي مسؤولية البيت وتبدأ مسؤولية الدولة في حماية الجيل اللي طالع فعلا. يعني إذا كان زي ما دكتور أمل بتقول، أنا مش عايزة فعلا أرجع يعني أحفر في الحتة دي، لأن احنا متأكدين أن دول نماذج مشوهة، مش دول الأهالي، مش دول النموذج الطبيعي للأب والأم. امتى بقى نقول انه لا، ده احنا انت ما ينفعش تبقى مسؤول عن الاطفال دول، او انتهت اهليتك وصلاحيتك في تربيه الاولاد دول؟ في حد فاصل في حاجه كده؟ لا يا فندم، انا شايف ان مسؤوليه الاسره على الاطفال ممتده طول العمر حتى بعد ما يتجوزوا، تمام؟ بس مسؤوليتهم بتقل مع نمو وتطور الاولاد. بنقول في علم النفس ان اهم سنوات في عمر الطفل او عمر الانسان هي اول 5 سنوات. لو الشخص اتعلم فيها السلوكات الجيده هيفضل طول عمره سوي، لو هو اتعلم فيها الحاجات غير الجيده بيفضل طول عمره غير سوي. بنقول كمان في علم النفس ان الطفل بيتعلم السلوك غير السوي زي بالظبط ما بيتعلم السلوك السوي بنفس المبادئ. مثلا الطفل اللي بيطلع كذاب، ليه بيطلع كذاب؟ عشان لما بيجي بيكذب في موقف او بيجي مثلا بيشتم، خلينا في الشتيمه بلاش الكذب، جه شتم عمه في موقف، ابوه يقول له اه تعالى يا حبيبي برافو عليك اشتم عمك تاني. هنا بيعملوا حاجه اسمها تعزيز او تدعيم، فبالتالي السلوك ده بيظبط عنه. وكذا بالنسبه للسلوكات السويه، لو الطفل مثلا قال مثلا نطق كلمه بابا او ماما، قال له كويس يا حبيبي تعالى، والكلام ده اسمه تشجيع او تدعيم، فبالتالي بيحاول يكرر هذا السلوك عشان يحصل على نفس التدعيم ونفس الحاله الايجابيه. يبقى هنا السلوكات السيئه الطفل بيتعلمها زيها زي السلوكات اللي غير جيدة. طيب هنا بيحصل حاجة اسمها تثبيت لسلوكات معينة في هذه المراحل المبكرة وبتنمو مع الطفل. زي ايه؟ الطفل كده بيبقى قاعد مع ابوه وعمه، يحكي لك حكاية، شفت عمك وهو قدك دخل الفصل وغش في الامتحان ونجح ويضحك الطفل هنا مش عارف الصح من الغلط. التربية في أبسط معانيها معناه إن أنا بعلم الطفل إن هو يميز بين الصواب والخطأ. أقصد أنا ليه بسأل حضرتك؟ لأنه ليه إحنا مثلا بنبقى حاسمين جدا في الصواب والخطأ مثلا في حاجات كلنا متفقين عليها، لكن في حاجات في منطقة رمادي كده زي الغش، الكذب، الفهلوة دي اللي بنسميها بأسامي تانية؟ للأسف يا فندم حتى الآباء والأمهات اللي حاصلين على أعلى مستوى التعليمية قد يجهلون بقواعد تربية الأطفال. طيب تمام، يعني مش شرط إن الناس زورت النظام التعليمي يبقى منخفض عشان الطفل يطلع ما عندوش أو عنده سلوكات إيه غير سوية، لا، يمكن الاثنين متعلمين بتعليم عالي أو متعلمين بتعليم منخفض ويطلعوا نماذج سيئة للمجتمع.